بسلم وبكل أمان. The Romans invaded Tozer and the barbarian actually welcomed them in peace. هم دخلوا بلاد الجليد آمنين دون سفك دماء دون إراقة دماء. نعم هم فتحوا لديهم أيديهم وفي لبستها وفي رواحها وفاحتها ونفاس الفرسان ينظر فيها وهكا تمم الفرح والمذان ونزلت العروسة من على جواتها وسهوتها وزفت العريسة بالفرح والموال. This is a marriage in details. We can see the marriage in details, how they are preparing the two civilization, Romans and barbarians. They are preparing the groom and they are preparing the... جانا اليوم كما تشوفوا احتفالات كبيرة في مدينة توزر. توزر تستقبل زوارها، تستقبل أحباء المهرجان بحفاوة بالغة. كان اليوم انطلاق الكرنفال الأول، كرنفال الواحات اللي انطلق بالفرسان اللي يجونا من ليبيا الشقيقة وكذلك بفرق الفولكلورية اللي تأثثها الجهة واللي هي بخصوصية الجهة، فرق الفنون الشعبية وكذلك من الولايات المجاورة اللي كان كرنفال مهيب كما شفتوا، معناها أثثنا به شباب شوارع المدينة وقام باستعراضات بالفعل نالت إعجاب معناها واستحسان جماهير توزر وأحباء توزر وزوار. الافتتاح الرسمي للمهرجان باش يكون في ساحه المهرجان في طريق دقاش وباش يكون بعنوان هو هذا الافتتاح باش يكون بعنوان ارض الجدود. ارض الجدود كما تعرفوا جريد وتوزر بصفه عامه هي ارض اللقاء، هي ارض المحبه، هي ارض السلام، تعاقبت عليها العديد من الحضارات والثقافات. حبينا نجسدوا هاللوحه هذه في اسلوب ابداعي وفي جماليه وفي فرجه وفي ايقاعات.